يبدو أن فيروس كورونا يجعل الناس يغيرون عاداتهم وربما يتعلمون أشياء جديدة، وأن يدلوا بتصريحات ملفتة. تخيلوا أن زميلي أحمد سيعترف بعمره أمام المشاهدين، دعونا نتابع. يا مرحبا بمشاهدي تريندينج، أنا أحمد فاخوري وعمري 42 عاما، لكنني تعلمت شيئا جديدا من منظمة الصحة العالمية، وهو كيف أغسل يدي. وهذه التعليمات تقول لي كيف، وسأنقلها لحضراتكم. العملية بسيطة جدا وتستغرق حوالي 20 ثانية. عند الإنجليز يغنون هابي بيرثدي تو يو لمرتين، أنا أغني الله تصبوا هلقه وزيدوها وزقوها للنشا مع ظهور الخيل. أنشط بكثير، بين الأصابع أهم شيء هكذا، ثم بين الأصابع من هذا الطرف الإبهام والإبهام الآخر، ثم رؤوس الأصابع في كلتا اليدين، ثم تغسل يديك بالماء جيدا حتى تنظفهما من الصابون، وبذلك تكون قد انتهيت. وهذه هي العملية، قد انتهت بكل بساطة حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية. لا أصدق أنكم تحضرون هذا الفيديو، اذهبوا إلى فيديو آخر أكثر فائدة، وإلا سأعلمكم كيف تغسلون وجوهكم.